واحد بيقول في مزار الأمبر رويز بالكنيسة الأسرية توجد مديحة في برواز كبير مكتوب فيها أنه صعد للسماء وتناول من يد الرب يسوع. المديحة مكتوبة مرتين في المزار. يا ريت تشوفوا المديحة كده. واحد اتناول من يد ربنا يسوع المسيح. فقداس برضو زي اللي بنقول عليهم دول ولا قداس خصوصي عملوه له مخصوص.